انت هذا السؤال على فكره حيعمل لك مشاكل كتير بالبيت. انت جاهز يعني بس ترجع لعند عائلتك تتأمري؟ لا احنا ما بنخافش وجامدين قوي. اه يعني طيب يا استاذ صبري، رضا الام ولا رضا الحمات؟ الام. واثق؟ واثق بالفوز طبعا. اخر اخر جواب طبعا الام. طب لو حصلت مشكله بين مراتك ووالدتك تعمل ايه؟ هنحاز لامي وراضي مراتي. لا فاهمني اكتر. اه هنحاز لامي وبعدين اراضي مراتي. اه يعني ماما الاول وبعدين كده تاخد مراتك على جنب طبعا. امي الله يرحمها اصله رحمه الله. الام يعني انت الحبل السري بتقطعش. صح صحيح صحيح. انت علاقتك ايه بوالدتك؟ رائعة وبتجري أم واحد بحياتي. يعني أي شغل يجيلك لازم تاخدي رأي ماما طبعا. تاخدي رأيها في لبسك في الأدوار في كل حاجة. كل شيء وأهم شيء أني أخد قلبها شو بيقول لها. يعني في كتير أدوار أنا كنت قايلة عنهم إيه فهي ما تحكي شيء، تزعل هيك لوحدها وتصلي لي. بعدين إجي لعندها بعد يومين ثلاثة إلا مامي أنا بتعرف شو اعتذرت عن الدور. تقول الحمد لله قلبي كان إذني وعم صلي لك لحتى الله يسهلها. فدايما قلبه هو اللي أنا بمشي عليه.